الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. جملتين الناس بتفضل تكررهم على مر العصور ووصلوا لدرجه القناعات. اول جمله يقول لك مفيش حد بيشتغل في تخصصه ابدا، والجمله الثانيه يقول لك ايه كل الشغل عاوز وسايط، او فلان دخل الشغلانه دي بالواسطه، تجيلهم يمين تجيلهم شمال ابدا. هم متمسكين بالافكار دي اللي ممكن تكون دمرت اجيال، قاعدين حاطين ايديهم على خدهم، التنسيق رماهم في كليه ولا فارق معاهم دي بتتكلم في ايه، ولا حابين هم تخصصوا في ايه، وبالتالي بيطلع جيل مش عارف هو عاوز يشتغل ايه، وبيدور على حد بقى يحطه في مكان شغله كويس وخلاص بغض النظر هو تخصصه ايه. انا بقى النهارده معايا اللي خدت كل القناعات دي، لفتهم كده في ورقة ورمتهم في أقرب مقلب قمامة. بنت جاية من قرية من محافظة الغربية بلدياتي، تخيلوا يعني بتحب إيه لدرجة العشق، بتموت في إيه، بتحب المادة اللي كلنا كنا بنعيط منها أثناء دراستنا. أنا لما قريت قد إيه هي عندها من الحب والشغف للمادة دي أطلقت عليها لقب عاشقة الجغرافيا. حد ممكن يقول طيب والجغرافيا دي يعني بتأكل عيش أصلا؟ يعني هي التضاريس والمرتفعات والمنخفضات والصحراء الغربية دي تتحب من أنهي جهة؟ مش واخدة بالي. وإيه الشغل اللي ممكن يمشي مع هذا التخصص؟ الحر جاف صيفا دفيق ممطر شتاء، يعني ممكن تكون عملت إيه مثلا؟ ممكن مثلا آخرها مثلا ممكن تشتغل مدرسة جغرافيا، وهي بالمناسبة شغلانة عظيمة كفاية إنها نجحت في إنها تحبب ريهام أبو بكر في الجغرافيا، وطلعت لنا عاشقة لتراب وصحاري ومناجم مصر، ومنها قدرت تعمل كيان كبير اسمه جيوتوبيا. الكيان ده قدر يحبب ولادنا في اكتشاف مصر من أول وجديد. الحقيقة الفقرة دي ملهمة مشجعة، فيها بريق أمل وفيها يجي 1000 طن طموح لكل حد بيكرر نفس الجمل، الشغل بواسطة ومحدش بيشتغل في تخصصه. ريهام ابو بكر عاشقه الجغرافيا، اهلا بيكي. اهلا بيكي بجد يا استاذ دعاء، انا مش عارفه اقول اي حاجه بعد كل اللي حضرتك قلتيه. لا ازاي ده، انا معتمده، انا هسكت واسمع، لانه الحقيقه ريهام بعتت لي شويه يعني حد كده وصلها بيا، وقعدت بتحكي كده بالفويس، بتحكي 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 هي بدات ازاي وذاكرت ايه وراحت فين واشتغل. قلت لهم دي مين دي فين دي من طنطا، من حدانه من الصنطه هتوها. فالحقيقة أنا انبهرت بيكي، وبناء عليه أنا زي ما بقول كده أنا عامل الدليفري اللي بيوصل للناس النماذج المحترمة الحلوة دي. ريهام أنت متخرجة من كلية إيه؟ آداب قسم جغرافيا. جامعة طنطا. جامعة طنطا بالظبط، اللي هو التخصص اللي يعني اللي هو هيطلع يشتغل ايه، المفروض تطلعوا تشتغلوا ايه؟ هو ابسط تعريف لفعلا قد ايه القسم غريب على الناس، انه موظف شؤون الطلبه يوم ما قدمت ورقه الرغبات اول ما دخلت الكليه كنت كاتبه جغرافيا بس. فحرفيا قال لي هو ما فيش حد بيدخل جغرافيا يا بنتي، انت ايه اللي انت كاتباه ده، روحي املي لي الورقه دي كلها رغبات ثانيه. ايه؟ بالظبط هو ده اللي قاله، يعني هو مستغرب ان في طالبه جايه له بتكتب قسم الجغرافيا رغبه وحيده علشان هي جايه داخله جغرافيا، هي جايه عايزه جغرافيا. فهو الموظف الناس دايما نفسه تكتب انجليزي مش عارفه ايه، بالظبط مش انجليزي كذا، مش اعلام، مش حاجه من اللي هي تعرفي تلاقي شغل كده بالظبط، ولو ما لحقتش دول يقوموا مدخلينها جغرافيا. لا انت بقى داخله، انا داخله انا عايزه جغرافيا. تمام، فالراجل انبهر، كان مستغرب جدا لدرجه انه على مدار ال4 سنين عمره ما نسى وشي، عمره ما نساني على مدار 4 سنين جامعه لحد ما اتخرجت. فالجغرافيا باختصار الناس كل اللي فعلا فاهماه ان هو حر جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، وهو ما عادش كده للاسف كمان، يعني التغير المناخي والاحتباس الحراري اللي حاصل، المناخ اصلا ما عادش كده. فالناس كلها عندها رؤيه ان الجغرافيا دي عباره عن ماده بندرس فيها عواصم الدول والمناخ وشويه الصادرات بتاعه الدول والمحاصيل الزراعيه. أيوة. في قاره كذا وفي دوله كذا. صحيح، ده عباره عن تشابتر كده صغير جوه قسم. ليبيا بتشتهر بايه؟ السعوديه بتشتهر بايه؟ مصر بتشتهر ده بايه؟ ده حته كده حته كده جوه فرع اسمه الجغرافيا الاقتصاديه. الجغرافيا الاقتصاديه دي اصلا فرع من ضمن فروع الجغرافيا البشريه. فالجغرافيا عباره عن فرعين رئيسيين، جغرافيا طبيعيه جغرافيا بشريه، وتحتيهم يعني عشرات الاقسام. طيب الجغرافيا ايه فايدتها؟ ان انا يبقى عندي اصلا وعي جغرافي، مش شرط ابقى متخصص في الجغرافيا، مش كل الناس هتدخل قسم جغرافيا. اكيد لازم كلنا هنبقى في تكامل، لازم فيبقى في تخصصات ثانيه. بس اللي لازم يحصل انه الناس يبقى عندها وعي جغرافي، يبقى عندها ثقافه جغرافيه. طيب ايه الدليل على ان ده مهم؟
ناخد شوية. الناس بتحب تستدل على أهمية الحاجة وعلى قيمتها، مش من تاريخنا للأسف الناس نسيته، بس بتحب تقلد الغرب وتشوف الغرب بيعملوا إيه عشان يحسوا إن ده الصح. طيب الغرب يا جماعة عملوا إيه في أمريكا سنة 1991 لما قرروا إن هم يعملوا ثورة، أو نقدر نقول نهضة علمية. أقروا في التعليم بتاعهم، أقروا أربع مواد لازم يكون الطالب علشان يخرج من مرحلة ما يعادل الثانوية العامة عندنا للجامعة لازم يكون جاب فيهم درجات عالية. الأربع مواد دول عبارة عن العلوم، الرياضيات، التاريخ، الجغرافيا. فتخيلوا مدى أهمية الجغرافيا، إن ده من ضمن أربع مواد أساسية لازم الطالب يكون اجتاز فيهم درجات كويسة عشان يقدر يدخل مرحلة الجامعة. ده طيب. في أمريكا. طيب أنت تخرجتي، لازم محطاتك كتير ومتشعبة وعندها تفاصيل، قلت لهم لا ده أنا عايزين 70. أنت تخرجتي وحد كده ابن حلال شغالك في شركة بترول، حاجه بقى شغلنا لوز اللوز دي، حد انا شخصيا اتمنى اجي عندكم في شركات البترول يا استاذ. كل الناس كانت بتقول لي كده. وبعدين هي ايه مش عاجبها؟ لا مش عايزه اقعد في مكتب فيه تكييف، حد طايل، وهي عايزه الشقه في الصحراء. وسبتي الشغلانه لدرجه ان صحابك قطعوكي. دي حقيقه، يعني اصحابي قطعوني، مامتي كانت اعلنت الحرب عليا حرفيا يعني. بس انا كنت خلال الاربع سنين اشتغلتهم في الشركه، انا من اول يوم وانا مقرره ان انا مش ده الكارير اللي هكمل فيه. انا كنت بقول ان هي مجرد وظيفه باخد منها مرتب بعيش بيه وبصرف بيه على دراستي، لان يعني كنت وقتها بدرس ماجستير. بس خلال الاربع سنين شغل انا كنت بقى استنفذ تماما، تم استنفاذي تماما نفسيا، ذهنيا، بدنيا، ومفيش حاجه جديده بتنضاف لي ومأثره على الحاجه اللي انا اوريدي بحبها، دراستي وسفري جوه الصحراء وكده. فقررت ان لا ستوب، كفايه قوي كده، انا مش هعيش 100 مره، هي مره واحده عايشه، فهي عايشه صح وانا مبسوطه، هي لا. قررت ان انا استقيل، وفعلا كنت خارجه منها للا شيء. يعني انا الناس كلها كانت معتقده وقت ما قلت ان انا هستقيل من الشركه، حتى زمايلي في المكتب اللي كانوا معايا في الاداره، حوشتي بقى انت مجنونه، انت اكيد لقيتي وظيفه تانية. طب طمنينا انت فعلا لقيتي وظيفه تانية، احنا مش هنزعل بس نبقى مطمنين عليك. قلت يا جماعه والله ما فيش وظيفه تانية، انا خارجه ادور على حاجه بحبها. وفعلا استقلت وقعدت 7 شهور من غير شغل بدور. رحت شركات كتيره في المجال بتاعي، في الجي اي اس والريموت سنسنج، نظم معلومات الجغرافيه والاستشعار من بعد، ادور على وظيفه في المجال بتاعي في التخصص بتاعي. لحد ما وصلت لهيئه التخطيط العمراني، دي واحده من هيئات وزاره الاسكان طبعا، ودخلت جوه الهيئه من غير اي واسطه ومن غير اي حاجه. فعلا زي ما حضرتك قلتي في الاول، يا جماعه انا بدور على شغل، مين حضرتك ودخلتي هنا ازاي ومش عارف ايه، انا فلانه وجايه ادور على شغل. طب انت تخصص ايه؟ وبدات اشرح انا تخصص ايه وريتهم السي في بتاعي. طبعا انا خارجه من الشركه بزيرو اكسبيرينس في المجال بتاعي طبعا، لان انا كنت شغاله في حته تانية خالص غير الجغرافيا. بس خلال 4 سنين جامعه انا كنت شغاله كويس قوي على نفسي، باخد كورسز، لفيت المحافظات بتاعت الدلتا. كورسات ايه بقى؟ كورسات ايه في الجغرافيا؟ كورسات في المساحه. انا خريجه قسم جغرافيا شعبه مساحه وخرائط، وجنب الشعبه اللي هي سنه ثالثه وسنه رابعه جامعه، دي الشعبه بتاعتنا. جنب الشعبه انا كنت بلف بقى المحافظات، اخد كورسات في نظم المعلومات الجغرافيه، باجي هيئه الاستشعار من بعد اللي في مصر الجديده، واخد كورسات في هيئه الاستشعار واتدرب على ايدين المهندسين. بتيجي من الصنطة؟ من الصنطة. رحت مثلا واحده من المدن الجديده المشهوره على يعني دلوقتي جوه مصر عشان اتدرب على شغل المساحه، كنت بركب 6 مواصلات، بخرج 4 الفجر، 3:30 الفجر، اوصل بيت 9 بالليل، انام ساعتين اصحى عشان اسافر تاني يوم، وهكذا. فانا خلال 4 سنين جامعه، لا انا اتمرمطت بالبلدي، انا اتمرمطت. فالسي في بتاعي كان قوي انه يخليهم في هيئه المجتمعات العمرانيه، يعني ياخدوني كمساعد خبير نظم معلومات جغرافيه، رغم ان انا سني صغير، رغم ان انا مين بقى وسطتك ولا اي حاجه، مرمطتها في الشوارع مجهودي وتعبي. بس فانا ليا جمله كده بحب اقولها، ما تخليش يعني ما ترميش نجاح غيرك على الواسطه، وما ترميش فشلك على الظروف. الله، يعني ما تعلقش فعلا نجاح غيرك على الواسطه وتعلق فشلك على الظروف. انت اسعى، هو البني ادم سبحان الله يعني، وقال ليس للانسان الا ما سعى. الله، دي ايه في قراننا الكريم طبعا. انت لو امنت بيها ومشيت في التراك ومخطط صح ودارس صح، مش كل اللي بتسعى له هتوصل له، بس اللي هتوصل له هيبقى فعلا مرحله من مراحل التعب اللي انت مشيت. جميل. طيب انت يعني اشتغلتي في هيئه المجتمعات العمرانيه، بس انت مع نفسك لوحدك بقيتي تطلعي رحلات ايه بقى؟ من اول ما اتخرجت بقى، من اول ما جيت، يعني ما جيت القاهره عشان الماجستير من 2010، وانا بسافر في مناطق صحراويه كتيره لوحدي، بس مع نفسك كده، مع نفسي. تروحي الصحراء تعملي ايه؟ بروح الصحراء اشوفها. احنا في الجغرافيا، في التخصص اللي انا كنت فيه في الماجستير، اسمه الجغرافيا الطبيعيه، وتحديدا فرع الجيومورفولوجيا، يعني اشكال سطح الارض، جبل، هضبه، تل، منخفض، وادي. مثلا لو احنا بالنسبه لنا كل الحاجات دي صحراء ارض بالظبط.
لا احنا بالنسبه لنا بقى، انت بقى بتعرفي بقى عينك لو في الشكل ده والشكل ده موجود قدامنا، لا ده حاجه وده سببه حاجه معينه وده حاجه تانية وسببه حاجه تانية خالص. فتنزلي تاخدي شنطتك بالزبط. على ظهرك وتنزلي بالزبط. تشوفي الحاجات دي، اصور واخد عينات واشوف الصخور تكوينات الصخور واشوف الجيولوجيا بتاعه المكان. عشان ايه؟ علشان انا اثقل نفسي انا جغرافيا. اوكي. انا لما كنت بدرس الماجستير انا ما كنتش عايزه اخد درجه علميه وخلاص، مش عايزه اقول ان انا معايا ماجستير، انا عايزه اكون انا من جوه انا ابقى فعلا فعلا عقليا انا بقيت مثقله علميا بدرجه الماجستير. انا ما خدتش الماجستير بالمناسبه. ايه الاخلاص ما خدتش الماجستير ما خدتيهوش؟ ما خدتهوش بالمناسبه بسبب تعسف مشرف الرساله عليا وقتها وهكذا، بس ده قصه يعني مش وقفتني، يعني هي فعلا ما وقفتنيش. بس انا الحمد لله بالسفر جوه الصحراء بالتعامل مع الناس المحليين هناك، اغلب المتخصصين في الجغرافيا اللي بيجوا من بره مصر او المتخصصين في الجيولوجيا لما بيعتمدوا على حد جوه الصحاري المصريه علشان يحكي لهم على المعلومات بتاعه الاماكن اللي احنا بنشوفها، بيروح للسكان المحليين. ما بيستعينش بدكاتره جامعه، ما بيستعينش بمتخصصين، وبيستعين باهل المكان، دول اللي عايشين ودول اللي شايفين الطبيعه ودول اللي اتولدوا وخدوا طيب. الخبره بتاعتهم. طلعتي بايه بقى من الرحلات دي؟ يعني اطلعي لي بنتيجه عملتي ايه؟ يعني جمله صغيره، مصر حلو قوي بس الناس مش شايفاها، فانا عايزه اوري الناس مصر. قررت ان انا بعد كل السفر اللي انا سافرته ده في 2014 كنت وصلت لمنطقه حلايب وشلاتين، وصلت لمنطقه جبل علبه بعد معافره سنه ونص. ايه جبل علبه ده؟ دي جبل علبه ده سلسله جبليه موجوده جوه محميه اسمها محميه جبل علبه. لو حد يعرف الغردقه فهي جنوب الغردقه، تمام، على حدود البحر الاحمر. دي المنطقه الفاصله ما بيننا وما بين السودان، الجزء الشرقي من مصر، المنطقة المربع اللي بيننا وبين السودان في الجزء الشرقي اللي هو من نهر النيل لحد البحر الأحمر ومن جنوب مرسى علم، ده كله دي كده منطقة حلايب وشلاتين. خريطة متحركة يا جماعة، بشوف يعني شمال يمين شمال جنوب بالظبط. فهي شرق نهر النيل وغرب البحر الأحمر، كل المنطقة دي اسمها منطقة حلايب وشلاتين أو محمية جبل علبة. ما شاء الله. وصلت للمنطقة دي في 2014، قررت إن أنا أخلي الناس تيجي تشوف المكان ده كجولة سياحية جغرافية. وقعدت من شهر 7 لحد شهر نوفمبر تاخدي التصاريح، بدور على فعلا اجراء التصاريح وعملت اعلان عن الرحله وكل حاجه والناس حجزت وسافرنا. مين اللي مهتم يطلع رحله زي دي؟ ناس كتيره، بس مش كتيره بالمعنى اللي الناس فاهماه، بس في ناس مهتمه. لا في احنا معانا صور لناس ليكي برحلات بقى، ويعني انا بس نزلوا لي اهم حاجه الصور اللي هم كلهم لابسين فيها شبه بعض وفي عدد كبير. انا شفت الصور دي بعد اذنكم كده، ايه راجعوهم ونزلوها لي. مين دول؟ دول شباب مصري زيهم زي كل الناس، بس حابين ان هم يشوفوا بلدهم بشكل مختلف. فلما لقوا اعلان عن رحله لمكان هم عمرهم ما زاروه، قرروا ان هم يتفاعلوا معايا، وبالفعل حجزوا وسافرنا وطلعنا الرحله وانبسطنا بيها، والصور كانت فوق توقع كل الناس. قبل ما نسافر ب10 ايام الدنيا مطرت هناك، فالارض غدرت تماما، فبقى الجبل من اول شط البحر لحد قمه الجبل لونه اخضر. هنا هو مثلا دي مجموعه، لا دول متطوعين. جزء تاني انا بعمله جنب شغلي، ان انا بعمل حاجات تنمويه وخيريه، فعملنا رحله لمجموعه من الاطفال المكفوفين. الله. اخدناهم محميه وادي دجله في المعادي، وعملنا لهم رحله هايكنج وميني سفاري. فدول كانوا المتطوعين اللي برضو تفاعلوا مع الايفنت اللي انا عاملاه ووثقوا فيا ان هم يجوا يساعدوني، ان كل متطوع دول كده الاطفال المكفوفين والمتطوعين والعربيات اللي كان برضو جروب تاني مشارك بيها معانا في الميني سفاري. ودي كانت رحله خيريه تماما، شركتي متبرعه بيها للاطفال المكفوفين. عملتي شركه بقى؟ الحمد لله. احكي لي بقى، يعني احكي لي بقى انت، يعني الصور كده هتنزل، لو في صوره انت حابه تعلقي عليها واحنا بنتكلم ابقي علقي، بس انا احكي لي يعني انت بقى طلعتي الرحلات وبعد كده قمتي قلتي لا انا مش هكتفي بان انا لوحدي بس اللي اوصل للناس الحاجات وكده، الناس تشوف وتتفرج. بالظبط. وبداتي تعلني في الرحله عن الرحلات دي فين؟ على الفيسبوك. دي كانت الشانل الوحيده بتاعتي. الناس بيستمتعوا بايه بالمناظر دي؟ يعني انا بصي الصحراء دي بنوته احنا كنا بنوزع ورد عليهم، فكانت مبسوطه قوي، دي كفيفه مبسوطه قوي ان هي ماسكه ورده في ايديها يا روحي وشماها، ويعني مبسوطه قوي بيها. وده برضو من الولاد البنات والمتطوعات معاهم. طيب. فالصحراء في ناس غاوية صحراء، لان اصلا فلسفة الصحراء ليه كنا بنقول زمان شعراء العصر الجاهلي دايما شعرهم قوي جدا. كل الكتابات القديمة كلها كتابات في اللغة متعمقة وقوية جدا، لان الصحراء بتأثر على
على كل حاجه في البني ادم، بتاثر على فلسفته في الحياه، على فلسفته أيوة في يعني كل حاجه. اقعد في الصحراء يحصل لي مش إيه؟ هتقعدي في الصحراء، ما هو ما عادش أيوة في صحراء بمعنى الصحراء بتاع زمان، فهميني بس فكره ان انت ماشيه في الطبيعه مثلا واحنا مثلا بنعمل رحله هايكنج مثلا طالعين جبل. يعني ايه هايكنج؟ المشي في الطبيعه. تمام، احنا واحنا ماشيين في وسط الجبال وبنطلع جبل من جبال مثلا مدينه سانت كاترين اللي في جنوب سيناء، انت باللاوعي بتاعك بتلاقي نفسك بتعملي اسقاط من حياتك على الجبل اللي انت الضرب اللي انت ماشيه في قلب الجبل. انت بتبقي قدام عينك القمه اللي انت عايزه توصلي لها، تمام، وانت لسه تحت على الارض وقدامك مش اقل من 5-6 ساعات مشي علشان توصلي للقمه دي. التراك اللي انت ماشيه في حياتك علشان هدف يعني. علشان هدف معين، القمه دي هي الهدف اللي انت نفسك توصلي له. وكل خطوه انت عماله بتمشيها مع المجهود اللي انت بتبذليه هي يوم من ايام حياتك اللي انت بتعيشيها عشان توصلي للحلم. طيب انت نظمتي رحلات لمثلا مناجم الفوسفات. بالظبط. ما هذا؟ يعني هو يعني ايه نعمل ايه يعني؟ عشان مصر اثارها وثرواتها مش بس اهرامات واثار فرعونيه واثار اسلاميه و الجغرافيا بتضرب في التاريخ، خلوا بالكم في الجغرافيا هي بنت عم التاريخ. فالكنوز بتاعت مصر مش بس هي الاثار دي، لا احنا عندنا 30 محميه طبيعيه. فدوري كده في اي دوله في العالم، دوري في اي دوله في العالم وشوفي يعني ايه يبقى في دوله فيها محميه طبيعيه. كنز بشري عندهم، كنز يعني بيبقوا كده طايرين من السماء ان في دوله عندها محميه طبيعيه. احنا مصر فيها 30 محميه طبيعيه، فاحنا عندنا كنز طبيعي ما ينفعش ان احنا ما نتكلمش عنه، ما ينفعش ان احنا ما نزوروش، ما ينفعش ان احنا ما نصورش فيه. يعني مثلا بدون ذكر اسامي بس في نجوم من السينما الهنديه بيجوا يصوروا جزء من افلامهم هنا في الصحاري المصريه. ايه ده؟ منهم شاروخان بيصور في الصحراء البيضاء والصحراء السوداء، دي محميات من المحميات الطبيعيه اللي عندنا، وصور في البحر الاحمر وصور في الاهرامات. فاحنا صحارينا معروفه بره علشان الناس بره مفتقده للصحراء، احنا هنا عشان مش شايفينها فمش عارفين قيمتها فمش حاسين ان هي حاجه مهمه ان احنا نطلع نشوفها. طيب انا هطلع صحراء اشوف ايه؟ هشوف مناجم، هشوف جبال، هبقى ماشي في وسط الصحراء بعد مسافه مشي صعبه ابص الاقي عين ميه طالعه في اللا شيء، عين ميه تشربي منها وتشبعي، وعين ميه تانية كبريتيه تتعالجي بيها، تلاقي مزارع نخيل بعدد لا عد ولا حصر له في قلب الصحراء. طب النخيل ده طالع منين والزيتون ده طالع منين وبنصبر؟ هل دي برحلات استشفائيه؟ في جزء من الرحلات استشفائي وفي جزء تاني تعليمي وفي جزء تاني ترفيهي، هي طيب. تحت امبريلا كده اسمها السياحه الجغرافيه. انا قررت ان ده يبقى المجال اللي انا اشتغل أيوة. فيه. انت بقى عملتي شركه بعد كل ده بقى بالزبط. وصلتي لايه يعني؟ انت النقطه اللي انت حباها والعشق الفظيع ده وصلك لفين دلوقتي؟ وصلني لفين؟ وصلني انه لما سافر معايا مجموعه من الاطفال، بقوا عايزين يعرفوا اكتر. لما جينا نشرح لهم مره ايه علاقه اللي احنا المنطقه الصحراويه اللي احنا واقفين بيها بالسماء، وازاي لو تهنا نقدر نحدد اتجاهاتنا بنجوم السماء ومش عارف ايه، الولاد كانوا مبهورين وعايزين يعرفوا اكتر. يعني ايه طالعين الصحراء ومعانا تلسكوب؟ فلما شافوا ده قررت انه اللي انا عملته مع الكبار على مدار 4 سنين فاتوا ان انا ابتدي اعمله مع الصغيرين عن طريق جيوتوبيا اكاديمي، ان انا اعلمهم يعني ايه علوم ارض. انت عملتي حاجه اسمها جيوتوبيا اكاديمي. بالظبط. يوتوبيا دي اللي هو العالم الفاضل، ومدخله معاها جيو اللي هي الجغرافيا. بالزبط. جيوغرافي. بالظبط. فعامله حاجه اكاديميه علشان تعلم الولاد الصغيرين بلدهم، وعلى فكره هم ممكن يذاكروا جغرافيا لان الجغرافيا مصمته احنا جدا. مش بنحبها عشان لانه مش حتى الكتب، وانا يعني طول عمري بتكلم في القصه دي، الكتب والخرايط وكده مش ملونه حتى، فما احنا ما بنحبهاش، مش ممتعه كلها ارقام وكده. فانت عايزه تخليها ممتعه، بتعملي كامبس للولاد في المدارس. بالزبط. بتطلعي رحلات تعليميه بس ممتعه بقى. وطلع معاكي فعلا ولاد؟ الحمد لله طلع معايا ولاد فعلا لوحدهم، وفي ولاد بيسافروا معايا مع اهاليهم، وعملت كمان شغل للمدارس كمان الانترناشونال موجوده. والولاد كانوا مبهورين جدا من لقطه ما عملت شغل للمدارس الانترناشونال، ولقيت الطلبه بتوع المدارس اللي المفروض دول المايند سيت بتاعتهم اعلى حاجه، لقيت الولاد ما يعرفوش حاجه عن بيزكس كتير قوي في الجغرافيا ابيض وفي الفلك وي. فقررت ان انا لا يعني انا عايزه الجيل ده يطلع عارف يعني ايه فعلا بلده. يعني احنا كنا مثلا كنت مسافره مع مدرسه من المدارس لحد مرسى علم،
كلمت في تفاصيل كتير قوي كانوا طلبه ثانوي الولاد ما عندهمش اي معلومه عن الحاجات دي مع ان المفروض يكونوا درسوها في مرحله الابتدائي وفي مرحله الاعدادي حضرتك ولا الكبار، لانه احنا كنا بنحفظ انا بقول لك الحقيقه دي حقيقه، دي حقيقة. احنا بنحفظ وبنحل في الامتحان وبنخرج من الامتحان الهدف ان انا انجح في الامتحان واجيب درجه، ممكن بالزبط. اجيب درجه كويسه بس انا حافظه صم عشان ادلق اللي انا حافظاه، ومجرد ما طلعت من الامتحان انا نسيت فعلا طبعا كنت بذاكره. دي حقيقه. فدي معلومات لازم تكوني حباها عشان تفضل راسخه في دماغك. بنحببهم بقى ازاي؟ بالشرح نفسه، ما هواش مدرس واقف في فصل في مدرسه ولا محاضر واقف في جامعه، احنا واقفين جوه المكان طبعاً. بنتحرك جوه المكان، بنتعامل مع السكان المحليين فبيحكوا لنا، فالحكاوي اللي الاهل القبائل هناك بيحكوها لنا بتثقل المعلومه اللي احنا لسه قايلينها للولاد بشكل علمي. بنعمل حاجه تانية، ان احنا بنعمل سينما متنقله معانا، فلو بيبقى في افلام ليها علاقه بالاستكشاف، افلام ليها علاقه بالفلك، ده بتعمليها ازاي؟ بيبقى معايا بروجيكتور ومعايا بطاريات ومعايا داتا شو، بنعمل سينما في قلب الصحراء تمام. فبنربط كل حاجه بالارض اللي احنا موجودين فيها، بالمنطقه اللي احنا موجودين فيها، عشان نفهم الولاد ايه اللي احنا بنتكلم فيه. انت شركتك فيها كام موظف؟ احنا 5 بس. واسستي الشركه سنه كام؟ الشركه اللي هي شركه السياحه الجغرافيه 2016، الجيوتوبيا اكاديمي في يناير 2020. ما شاء الله ما شاء الله، نموذج راقي ومحترم ويفرح ويشرف. ايمان ابو بكر، بجد انا استمتعت بحلقتي معاكي، وانا مبسوطه ان انت واصله لهذه النقطه. انت صغيره، سنك صغير. مش صغير قوي يعني. ريهام، انا قلت ايمان؟ مفيش مشكلة، بس عليا ريهام أبو بكر. لا أنا سعيدة ومبسوطة قوي بيكي، وأتمنى إنه الناس يدوروا عليكي وينبشوا عليكي. اسمها جيوتوبيا يا جماعة، ودوا عيالكم يتعلموا التعليم اللي كلنا بنحلم بيه. فرد واحد قدر يعمل شغل مؤسسات كتير عشان الشغف وعشان الحب وعشان الإخلاص. الإخلاص دي كلمة السر في أي شغلانة في الدنيا. بنحب الحاجة ومش مخلصين وعلى قد فلوسكم وعايزة أقبض أول الشهر وعايزة أقبض كده، ولا هتوصلوا ولا هتنجحوا ولا أي حاجة. أنا أتمنى أن أنت تبقي يعني أشوفك كده في يوم من الأيام في مركز كبير ومرموق، وأعتقد أنك هتوصلي. يا رب. شكرا ليك ريهام أبو بكر، نورتين. شكرا. فاصل ونرجع لكم. مشاهدينا مرة تانية، بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الوقوف أمام آيات القرآن الكريم بيفتح لنا مدارك وبيورينا يعني نماذج مختلفة من البشر، ربنا بيتعامل مع ده ازاي وبيتعامل مع ده ازاي، مين هم اللي بيتعاملوا بالربا ومين هم اللي بيتعاملوا بالصدقات. الآية الكريمة دي يعني اعتقد انها مفسرة نفسها، لكن خير من يفسرها دكتورة هبة عوف، استاذة التفسير بجامعة الازهر. ازاي حضرتك يا دكتورة؟ اهلا وسهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. وطبعا ده حضرتك ما شاء الله يعني بتقولي الايه بجمال، يعني الايات القرانيه بتاخد جمال في سماعها اولا، يعني بيقولها كده وهو حاسس بيها بيخلي اللي قدامه يحس بيها. وهو ده الهدف من يعني من فقرتنا مع حضرتك، ان احنا عايزين نحس اكتر بالايات طبعاً. وكل حرف بيبقى له دلاله، فعايزين نفهم معنى هذه الايه. كل نطق بيبقى له دلاله، سبحان الله. والا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا عبد الله بن مسعود: اسمعني القرآن. يقول له اقرأ لي، انت اقرأ لي القرآن. وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه عليك انزل يا رسول الله. فقال: اني احب ان اسمعه من غير الانسان. لما بيسمع من حد كده قدامه ممكن يكون عارف المعنى بتاع الايه، بس لما حد بيقول له الايه او بيقول له معانيها بيتغير كده الوضع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سيدنا عبد الله بن مسعود، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول واستمرت في القراءه لحد ما وصل الآية كده، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عندها وبيقول له: توقف. يعني طب ما هو النبي ده عليه القرآن أنزل، لكن الآية كان لها وقع شديد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وطبعا الآية اللي حضرتك بتقوليها النهارده آية جميلة جدا، وعلى إنها مش طويلة لكنها بتحمل معاني حلوة قوي قوي.
وبتحل مشاكل موجودة كتير قوي في المجتمع، لأن كلنا دايما نقعد نقول يا ربي أنا مالي البركة عندي، ما فيش بركة في المال، يا ربي أنا بقبض المرتب بروح أصرفه مش عارف الواد عيان والبنت تعبانة ومش هو في إيه. أنت ممكن تكون بتتعامل بموضوع الربا ده مش واخد بالك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني إيه يمحق؟ المحاق ده مأخوذ من إيه؟ من محاق الهلال. هو الهلال القمر ده بيمحق مرة واحدة الله ولا شوية 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 شوية؟ هكذا الربا مش مرة واحدة ملك هيتاخد، شوية 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 شوية. أول مرة أفهم المعنى ده. أمال هو ليه ما قالش يعني يبطل؟ ده قال كلمة محاق. القمر طول الشهر كده في حالة محاق، كل شوية بتروح منه حاجة. هكذا مال الربا بيقل يمحق. بركته بيقل شوية لحد ما يروح خالص، ويربي. يربي الصدقة. ما قالش يقبل، قال يربي. بيتربى يعني؟ بيربيها، بتتربى. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ربنا بيتقبل الصدقة بتاعتك بيمينه، وشوفي بقى بيمينه، ويربيها، وبيربيها لك زي ما انت بيربي. كل واحد فينا بيربي فلوه او يعني حيوان حلو كده عنده، ربنا سبحانه وتعالى بيربي لك الثمره والصدقه بتاعتك دي. وبعدين في حاجه هنا، اصل هتقولي ايه ده يمحق الله الربا؟ هو الربا اصلا معناه في اللغه ايه يا استاذ دعاء؟ الزياده. صحيح. والزكاة معناها ايه لو بالمعنى بتاعنا الدارج؟ النقصان. لو انا عندي 100 واديتهم لحد بطريق الربا هيرجعهم لي 110، لكن الزكاة لما انا اخرجها لو مالي 100 هيبقى 97. ما انا ده من وجهة نظركم انتوا فاكرين كده، لكن هذا الربا وهذه الزيادة العشرة. سبحان الله، ما الربا جاية منها يربي، يعني في ربا هو متخيل انه الربا دي هو اللي بيزود. عشان كده قال لفظة يربي الصدقات. شوفي بقى هو عايز يقول له ايه. شوفي حضرتك ما شاء الله، الربا اللي انت فاكره بيزودك ده لا خلاص بقى الاستاذ عقل هتشرح بعد كده التفسير بقى. لا انا بقى ما شاء الله عليك يعني. المدارك والله. لا ده يعني هو ده نور ربنا سبحانه وتعالى. هو ده نور ربنا. صحيح. أخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فهو لما الإنسان ربنا يفتح عليه دي حاجة عظيمة قوي. لكن هي الزكاة، هي الزكاة هي إيه أو الصدقة؟ النماء. ربنا بينمي لك بقى المال ده. أنت يربي مش شايف. وبعدين التربية دي أو يربي دي ما بتجيش برضه مرة واحدة. دي شوية. ما هو ربنا لازم يختبر صبرنا. لازم. وبعدين المحق مش من اي حد. يعني لما اقول لك ايه الملاكم الفلاني ده هيديك الم، واجيب لك عيل صغير واقول لك العيل ده هيديك الم، الاثنين زي بعض؟ لا طبعا. يمحق الله، ما قالش يمحق الربا، قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فتخيل بقى الفعل بياخد العظمه منين؟ من فاعله. ان ربنا اللي يعني تخيل هو اللي بيمحق لك الموضوع. صحيح. ده وهو الذي يربي لك هذه الصدقات. ما تقولش انا خرجت والله قد كده، والله العظيم ما نقص مال من صدقه. ويختم الايه لا يحب كل كفار اثيم. يعني دي ختام الايه دي. بيكفر بنعمه الله سبحانه وتعالى. هو المال ملك، المال مال الله. يبقى المفروض ان انت ايه تخرج فيه الصدقات، وجابها بصيغه المبالغه كفار واسيم. يعني واسيم مذنب في حق ايه؟ في حق نفسك. طيب احيانا الفلوس تيجي ويجي مع الفلوس الطلبات بتاعه الفلوس، يعني الفلوس مش بتيجي تتكنز، يعني بتيجي. يبقى انت مثلا عندك مصاريف مدرسه، عندك مرتب مثلا سواق او واحده بتشتغل عندك، عندك اكل وشرب عندك شرب عندك كذا، عندك حد طلع لك كده في الصوره وانت داخل لك مبلغ طلع لك في الصوره محتاج. ف دي رساله يعني ربنا بيبعتها مع الفلوس. طبعا كل ما يجي لك فلوس، كل ما ربنا يبعت لك حد محتاج مع الفلوس، وكل واحد عليه انه ياخد الرساله يرميها. طبعا طبعا. فاحنا دلوقتي مثلا بنبعت برسائل من خلال البرنامج، وحد قاعد معدي بيشوف، في حد ممكن مش هيشوف، وحد الموضوع ممكن يتعلق بقلبه ويقول دي رساله جايه لي انا، لان انا لسه جايه لي فلوس. ده بقى اسمه ايه؟ يعني زي ما حضرتك بتقولي، حد بيتفرج وحد تاني ما شافش فيقول له ده انا سمعت حلقه النهارده والله جميله.
يا سلام، هو ده له اجر كبير. اه ده له اجر كبير قوي. ده هو قال على اللي ما بيحضش على كده حد وحش قوي في سوره الفجر: ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا اذا دكت الارض دكا دكا. شوفي بيتكلم عن المال ويقرنه بيوم القيامه. فطبعا اللي بيحض ده، يعني تخيلي حضرتك لو انت مش معاكي فلوس وتيجي بقى لحد معاه فلوس تقولي والله انا سمعت حاجه كويسه قوي قوي، ايه رايك لو تروح تتبرع بيها وتاخدي نفس الاجر؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده انا باخد نفس الاجر بتاع اللي هو هيتصدق ده. اه بتاخدي نفس الاجر. فيعني الاعلام ده شيء مهم جدا طبعاً. وجميل طبعاً. يعني حتى للي مش بيسمع، لا بيسمع غيره. هم الصحابه كانوا كلهم بيقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا، يبقى مش هيشتغلوا بقى. لا ده حد كان بيوصل. بصي حضرتك، سيدنا عمر كان بيروح، كان عنده مكان في العوالي كده في المدينه، مكان حلو كده، يروح يشتغل هو في يوم وصديقه الصحابي يوم، اليوم اللي ده يروح فيه التاني يقعد يسمع النبي قال ايه ويكتب ويمليه له وهكذا. فاحنا المفروض نكون كده، واحد بيشتغل والتاني بيبلغوا الدعوه. هو ده الدين بتاعنا، دين طيب جميل. واحنا دورنا ان احنا نبلغ، وكلمه وما على الرسول الا البلاغ. طبعا احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى بعث طبعا الرسل، الانبياء اصطفى ناس، طبعا الرسل، بعد كده الصالحين، بعد كده ممكن يكون اصطفى ناس هي تقدر توصل لاكبر كم من الناس، يعني حد يبقى في مكان يقدر من خلاله يوصل معلومات. كل ميسر لما خلق. صحيح. احنا موجودين علشان يعني زي ما بنقول انا عامل الدليفري، بجيب من هنا اوصل لهنا. عايزين نوصل لحضراتكم صور مستشفى البر والتقوى اللي خلاص في سبيلها انها تخلص. احنا بقالنا مش عارفه سنتين ولا ايه هيفتحوا ما شاء الله العيادات الخارجيه، ده شيء جميل قوي. يعني انه الحاجه نشوفها على ارض الواقع. احنا بنعرضها بقالنا كتير، انا بقالي سنتين بتفرج على المستشفى، المبنى ده من اول ما انا بدات اعرض الفقرات عن المستشفى، المبنى ده من بره زي ما هو، انما من جوه التغيير كبير. ولمسنا تبرعات الناس، ولمسنا انه الناس يعني ايه في كده زي عارفه يقول لك شهلي، الناس بدات تشهل كده. ايوه حلوه، عباره جميله كلنا. وربنا قالها: وسارعوا الى مغفره. على طول الله سبحانه وتعالى في اي عمل خير ما تستناش، ما تقولش والله يا فلان ده انا عايزه اتبرع بكذا هبقى اتبرع بكره. ما هو بكره ده ممكن كام واحد يموت عبال ما انت تتبرع. لكن ما الفلوس كده كده موجوده. لا وبعدين ده كل دقيقه بتعدي ملك بيعلى وملك بيزيد. طب انت ليه ركنه وما يزيدش؟ ما تستفيد باليوم ده انت يوم القيامه هندور على 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 حسنه كده. يعني كل واحد تحت ظل ايه؟ صدقته. كل واحد بيدور على باب الصدقه عشان يخرج منه. فطبعا يعني ما شاء الله الصور اللي جايه يعني صرح اهو جميل وقدامك وانت شايفه ومطمئن اليه. قد ايه لما انا بخرج الصدقه في شيء بشوفه بعينيا، وزي ما حضرتك بتقولي يعني كلنا ما كناش متخيلين كده، لكن لما شفنا بدانا. لا يا جماعه، طيب ايه رايكم ان احنا نتبرع للمستشفى دي؟ وخاصه بقى احنا في زمن دلوقتي احنا بندور على مستشفيات، ده يعني كان ربنا بيدينا علامات ان لا يعني لما يكون احنا في شده كده لا نحاول بقى ان احنا ايه نتبرع باموالنا. وهي ما بنيت برضو الا بتبرعات الناس اللي احنا بنشكرهم، يعني هم اللي كانوا السبب في كل الخير اللي احنا ايه شايفينه ده دلوقتي يعني. وهم بينفذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربش خيمة في مسجده إلا للسيدة رفيدة لطبيب المرضى. ما عملش أي حاجة تانية في المسجد النبوي أي حاجة غير أنه هو عمل الخيمة دي لأول طبيبة في الإسلام. جميل. فأنت بتطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما بتساهم في إيه؟ في هذا الأمر. وبعدين صدقة جارية. انت بتدور على حته الصدقه الجاريه دي، يعني مش بس وانا عايش، ده كمان ايه بعد مماتي ان الواحد يشوف ان دي تفضل بقى موجوده على طول. ودي من اللي اجمع عليها يعني اغلب الفقهاء والعلماء، ان هو المساهمه في الاماكن الاستشفاء دي بتكون صدقه جاريه لصاحبها. طيب هل ينطبق عليه الحديث الشريف ربنا سبحانه وتعالى لما قال بني ادم لماذا لم تعودني؟ فقال كيف اعودك؟ هل دي ينطبق عليه؟ ممكن فكره ان انا
مش حكايه بزور مريض، انا بوفر له سبل ان هو يتعالج وكده. طبعا ده دي اكتر كمان من زيارته ليه يعني. طبعا هو زيارته شيء جميل وبيدخل السرور على قلبه، لكن ان انت تبعت له مال وان هو يخف بالمال ده او يشفى بهذا المال او تساهم حتى في تخفيف الامه، يعني حتى المرضى الميؤوس من شفائهم على الاقل هتخفف الامهم بايه، بهذه الادويه او بهذه المستشفيات، فطبعا تدخل تحتها. مرضته فلم تعودني، لا يا ربي انا بدور اهو يا رب على كل واحد تعبان علشان ابعت له علشان اعمل له. ما احنا قلنا بقى ده مجرد بس انك تقول اعمل كذا، فدينا يسر قوي يا استاذ يعني. وبيفتح المجال قوي قوي قوي، بس اللي يعرف يغتنم، اللي يعرف يغتنم. يعني هي في القران الكريم والاحاديث، والحقيقه دكتوره هبه عوف مشكوره خلتنا كده نتبحر في ايات القران الكريم، والحلقه اللي فاتت قلنا مع بعض انه زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقنعنا بالحاجه بحلاوه الحاجه، كاننا يعني طفل بيدللنا بنص صغير. والاحاديث الشريفه كمان بتكلم طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه وما ينطق عن الهوى. صحيح. ده ان النبي صلى الله عليه وسلم ده ما خلقت الدنيا الا لاجل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب احنا يعني احاديث نبويه كثيره في فكره الصدقات، لكن الاحاديث النبويه في فكره الستر كمان. ان انا استر مؤمن، او من ستر مؤمنا ستره في الدنيا الله ستره الله يوم القيامه. فكره الستر دي يعني فيها تركيز عليها في الحديث. طبعا طبعا دي في القران وفي الاحاديث النبويه. في القران اول ما بدا يعني ربنا سبحانه وتعالى في عهد سيدنا ادم، منذ سيدنا ادم اول منا امتن عليها بينا ربنا ايه؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. واول عقاب كان لسيدنا ادم ايه؟ ان هم تعروا من ثيابهم. فيبقى دي حاجه مهمه ولا لا؟ دي حاجه مهمه. نيجي بقى وعشان كده قال ايه؟ انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. نيجي لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقيها دايما كلها بتقول ايه؟ بتتكلم عن الستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. والستر على فكره بيكون معنوي وستر مادي، مش شرط يبقى ايه معنوي بس. كمان ربنا عايز يفهمنا برضو والنبي صلى الله عليه وسلم ان الظل ده حاجه مهمه قوي. ما هو الظل ده يعني ستر. فلما يقول لك ان انت يوم القيامه سبعه يظلهم الله في ظله، هو ده مش ستر؟ ما هو ده ستر، هيظله. اكتر علامه وهديه اعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزه تكلم بها الكثيرون كانت ايه؟ لما السيده خديجه بعتت ميسره مع النبي صلى الله عليه وسلم في اول رحله تجاريه. ايه اللي حصل بقى في اول رحله تجاريه ديت؟ ميسره رجع قال لها انا شفت عليه ثلاث علامات معجزات. طب ايه اول معجزه منهم؟ غمامه تظله، حاجه ستراه. شوفي شوفي كرم ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول لها فقلت لاحسن تكون صدفه، تعالى سابقني. فسابقته فوجدتها فوق راسه فقط. يبقى شوفي النبي صلى الله عليه وسلم وشوفي ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا الى الستر بطريق مباشر وبطريق غير مباشر. بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره. وطبعا ما شاء الله احنا شايفين اهوت يعني طبعًا. البيوت اللي هي يعني شوفي بقى، شوفي الستر الجميل ده والحاجات الحلوه دي لا وفكره الظل كمان انه الانسان يعني اكم من الاحاديث ومن الحكايات ومن كده، انه مش عارفه مين استظل بشجره، وانه مين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي راح استظل تحت شجره وشافوا الراهب فقال لهم مين اللي نايم تحت الشجره دي؟ ايوه صحيح. مين اللي ليه بتسال؟ انت فعلا حضرتك لما تشوفي الشجره دي هي شجره غريبه قوي تقولي هو مين اللي هيدخل؟ اي حد ماشي والحر بقى تعبه هيروح الشجره اللي على طول اول ما يقعد تحتها يستظل، لكن دي تدخلي لها. يعني يمكن حتى بتيجي على الفيس كده لازم تدخلي تمشي تحتها وتوطي كده. عشان كده الراهب استغرب قال له هو مين اللي تحت الشجره دي؟ قال له واحد اسمه محمد بن عبد الله. قال والله ما نام تحت هذه الشجره الا نبي. يعني الانبياء كلهم كانوا بيستظلوا ولا لا؟ كلهم كانوا بيستظلوا. والبستان بتاع ابو طلحه اللي تبرع بيه لما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخله ليه؟ كما ورد في الحديث عشان يستظل بشجره، عشان شجره كان جميل قوي، ويشرب من البير اللي فيه عشان ميته كانت عذبة جدا. فشوفي بقى سيدنا أبو طلحة يعني سايبه. طبعا كان بيأذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وده في جواز لأهل العلم والفضل إن هم يدخلوا عندك، يعني مش الفقراء بس، كمان أهل العلم دول بركة. طبعا بركة.
فطبعا لا، الستر ده شيء مهم جدا جدا، ستر سواء كان سترا ماديا او سترا معنويا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يزور اي وفد جديد في الاسلام كان يقول لسيدنا بلال اول ما يلاقيهم ثيابهم او ما عندهمش شيء يسترهم يقول له يعني دور يا بلال على شيء يسترهم وهات لهم ثياب نسترهم بيها. ده في الحديث، مش جايبه كلام من عندي. فتخيلي حضرتك اول حاجه النبي قبل ما يقعد معاهم يكلمهم عن الاسلام يسترهم اولا. فالستر ده طبعا لا، ده شيء مهم جدا جدا، هو من صفات الله سبحانه وتعالى. جميل. ان الله حيي ستير. فيعني انت ما تحبش ان انت تاخد من صفات المولى سبحانه وتعالى وتكن في معية الله سبحانه وتعالى. يعني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا، مش في الآخرة بس والله. في الدنيا والآخرة. عشان كده حتى احنا الناس بتوع زمان الجمال دول دايما تقول لك يا رب يسترك في الدنيا وفي، احنا بنستهين بالدعوة دي والله. صحيح. انها دعوة ما فيش اجمل منها. فربنا يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، وان شاء الله نكون سبب في ستر. يعني نفسي اسمع كده ان احنا سترنا كل الناس، ما بقاش حد يقول انا ما عنديش بيت، انا ما عنديش سقف، انا ما عنديش. ان شاء الله يعني بجهود كل الناس الجميله، جهود الناس وجهود الدوله وجهود كل كل حد صاحب يعني خير ومبادره خير. ان شاء الله بلد جميله يا استاذه، بلد يعني الحمد لله بها خير اجناد الارض. فاحنا خير اجناد الارض، وارفع راسك دايما كده وقول احنا خير اجناد الارض. الحمد لله على نعمه مصر وبلدنا الجميله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره هبه عوف استاذ التفسير جامعة الأزهر. شكرا لكم مشاهدينا، أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله.